السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جولة الصحافة تقول لهذا اليوم نطالع أبرز العناوين من الصحف المحلية، معي حسام باصهي. الرئيس العليمي يبدأ زيارته للكويت بجلسة مباحثات موسعة. من مأرب مقتل جندي بهجوم حوثي مسير، والميليشيات تدفع بالمزيد من التعزيزات. الأمم المتحدة تعلن تشكيل غرفة تنسيق مشتركة لخفض التصعيد. وغرونبرغ يقدم مقترحا جديدا لإعادة فتح طريق رئيسي مؤدي إلى تعز. أهلا بكم، نستهل أولى الأخبار مع هذا الخبر، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عقد أمس الاثنين مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد آل صباح جلسة مباحثات رسمية تناولت التدخلات الكويتية المطلوبة في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية. وخلال جلسة المباحثات الموسعة قال الرئيس العليمي أن المدارس والمستشفيات والجامعات ومخيمات الإيواء ومشاريع المياه والزراعة وغيرها الكثير تتحدث عن أمثلة للشواهد العظيمة التي خلدتها الكويت في ذاكرة وقلوب اليمنيين. وأضاف: عندما تعرض اليمن أرضا وهوية كانت الكويت السند المخلص والفاعل في التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات. كما أوضح أن الكويت كانت سباقة في الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن عندما استضافت واحدة من أطول وأعمق جولات المفاوضات التي كانت قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق لولا تعنت الميليشيات الحوثية. وجدد العليمي عن عظيم امتنانه وللشعب اليمني للكويت حكومة وشعبا على ما قدموه من دعم مشهود في مختلف المجالات. قتل جندي وأصيب اثنين آخرين يوم أمس الاثنين إثر هجمات حوثية بالطيران المسير استهدفت مواقع عسكرية جنوب غربي مأرب. وقال مصدر ميداني لصحيفة الشارع أن ميليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجمات مكثفة بالطيران المسير والسلاح المدفعي على مواقع القوات الحكومية في جبهتي البلق الشرقي والكسارة. وأوضح المصدر أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل جندي في جبهة الكسارة جراء هجوم بطائرة مسيرة. كما أصيب جنديان آخران أحدهما حالته خطرة في جبهة البلق بقصف مدفعي. وأفاد المصدر أن الميليشيات صعدت من هجماتها على جبهات مأرب باستخدام الطائرات المسيرة، لا سيما خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان الأمم المتحدة تجديد الهدنة. قالت الأمم المتحدة أن لجنة التنسيق العسكرية اجتمعت أمس الاثنين في العاصمة الأردنية عمان واتفقوا على إنشاء غرفة تنسيق مشتركة للتهدئة. وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان أن ممثلي لجنة التنسيق العسكرية اتفقوا خلال الاجتماع على ترشيح مسؤولي اتصال لغرفة التنسيق المشتركة خلال مدة أقصاها أسبوع لضمان التواصل المنتظم. ووفقا للبيان فإن الاجتماع أو اجتماع اللجنة الذي ترأسه المستشار العسكري للمبعوث الخاص العميد أنتوني هايورد تخلله أجواء إيجابية، حيث تفاعل المشاركون بشكل بناء حول عدة قضايا تقنية متعلقة بالتزام الأطراف بتنفيذ الهدنة. وقال العميد هايورد أن التواصل وبناء الثقة أمران ضروريان لخفض التصعيد أو تصعيد النزاع في اليمن. وأضاف: أظهرت الأطراف التزاما بالحوار البناء وبذل الجهود المتبادلة لخفض التصعيد رغم التحديات المستمرة، ما يؤكد رغبتها التمسك بالهدنة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وذكر البيان أن لجنة التنسيق العسكري اتفقت أيضا على عقد اجتماعات دورية شهرية لضمان استمرارية النقاشات على المستوى الاستراتيجي. مشاهدينا، وإلى هذا الخبر الأساسي، حيث قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ أنه قدم مقترحا منقحا لإعادة فتح الطرق تدريجيا بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين. وأوضح غرونبرغ في بيان صحفي نشره مكتبه الإعلامي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أن المقترح المنقح لإعادة فتح الطرق بما فيه خط رئيسي مؤد إلى تعز، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع. وذكر أن المقترح الأممي تمثل في 1- فتح طريق الحوبان سوفيتيل المدينة، 2- فتح طريق 60 عصيفر المدينة، 3- طريق 50 مصنع السمن والصابون مدينة النور
الزنقل، وأفاد أنه بعد نقاش كانت الموافقة من قبل الوفد الحكومي الذي طالب بتزمين فتح الطرق الأخرى، غير أن الوفد الحوثي تعلل بعدم قدرته على اتخاذ القرار والموافقة على هذا المقترح. وبحسب المصدر فإن المبعوث الأممي طرح بعد نقاش واسع بأنه سوف يحمل هذا المقترح إلى قادة الميليشيات الحوثية في صنعاء. وللوقوف أمام هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي السيد أنور التميمي. مرحبا بك معنا السيد أنور. مرحبا وسهلا. سيد أنور، لماذا تتعنت الميليشيات الحوثية من فتح الطرقات الرئيسية وتتعذر بأعذار واهية؟ الميليشيات اعتادت على المكاسب المجانية للأسف الشديد، سواء كان من المجتمع الدولي أو كذلك تراخي من الشرعية. فأي قوة سياسية بهذه السمة الثورية الطائفية، فبالتأكيد إذا لم يكن يعني يقف أمامها قوة رادعة فستسعى لاكتساب المزيد. اعتادت منذ 2014 مع كل جولة مفاوضات تخرج بمكاسب تمكنها من المزيد من الأراضي ومن المزيد من الاعتراف ومن المزيد حتى من المكاسب المالية. فلماذا تفرط فيها؟ هذا السؤال البديهي. يعني المهم إذا كانت تدلل هذه الجماعات ومن نقلة إلى أخرى، من مبعوث أممي إلى آخر، منذ المبعوث الأول الذي أتى بهم من صعدة إلى صنعاء، ثم من صنعاء وأصبحوا أمر واقع، ثم إلى هذا المبعوث الأخير وسلمهم السابق سلمهم الحديدة، وحاليا هذا يسعى إلى تثبيت الوضع القائم في تعز. يعني شيء جدا غريب أن تتم كل هذه الجولات المفاوضات لأجل فتح طريق، خاصة بعد أن تم التفاهمات وبعد الاتفاق وقف اطلاق النار وغيره الذي نص على رفع المعاناة بشكل عام عنوان أساسي. هذه تفريعات لا ينبغي لها أن تفرد لجان، يعني لجنة الفتح طريق تعز ولجنة الفتح الطريق الثاني ولجنة الفتح أخرى، ويتوهون الناس. وبالمقابل أن الالتزامات اللي على السلطة وعلى الشرعية قد تم الإيفاء بها، من ضمنها فتح مطار صنعاء ومطار الحديدة. فبداهة يعني جماعة بهذه العدلية لن تتنازل عن شيء. سيد أنور، كيف يمكن للمجتمع الدولي والحكومة الضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ التزاماتها وفتح الطرقات المؤدية لتعز؟ الكرة في ملعب الحكومة، المجتمع الدولي هو يذهب إلى يعني يراقب إلى أين تتجه الحال. إذا في هناك طرف معين سيتنازل عن حقوقه فالمجتمع الدولي ليس لديه مشكلة، هو يريد أن هذا المبعوث أو ذاك أن يحقق من خلال وجوده في هذه المهمة لفترة معينة أن يعني يضيف إلى السي في تبعه أنه في هناك تم إنجاز في عهدي، في هناك وقف إطلاق نار، في هناك شيء من هذا القبيل، جانب إنساني، في تبادل أسرى. لا يهمه القضية الوطنية لهذه الدولة أو تلك. الكرة في ملعب السلطة، إذا رفضت الشرعية تمكين الحوثيين من المزيد من المكاسب سيرضخ المبعوث وغير المبعوث للبحث عن حلول معقولة جدا يعني تجبر الحوثيين على ذلك. لكن إذا الشرعية هي متساهلة فبداية المجتمع الدولي ليس بيده شيء. المجتمع الدولي فقط هو يعني يقوم بدور الوسيط في كل الصراعات، وليس لديه قوة أمر، يعني قوة آمرة إلا في حالات نادرة جدا إذا وصل الأمر إلى انتهاء كانوا إبادة جماعية ممكن التدخل بقوة عسكرية. هذا معروف بداية في كل الصراعات يعني. لكن دام هناك في طرفان أو في هناك قوة متحاورة فهو يهمه إذا تنازل طرف معين عن حقوقه أو عن حقوق الموكلة إليه بالتفويض الشعبي، فالمجتمع الدولي لن يمارس أي ضغوط. هذه مسألة معروفة يعني. نعم. في حال الصراعات السابقة وفي الجولات السابقة من الصراع في اليمن كذلك المجتمع الدولي. سؤال أخير سيد أنور، في حال استمرت الأعذار والمغالطات الحوثية، ما هي الحلول الأخرى التي يمكن تقديمها؟ الحلول كما أشارت هي حلول يجب أن تكون هناك تحرك جماهيري وبالذات في منطقة مثل تعز. حاليا من ناحية نتحدث عن موضوع تعز، الوفد الذي ذهب يمثل تعز ليس له علاقة بالمطالب الحقيقية لأبناء تعز، هو وفد أقصد عن يمثل الشرعية من جماعة الأخوان المسلمين اللي أوصلوا تعز إلى هذه الحالة. فبالتالي ليسوا متحمسين يعني تحقيق مكاسب في المفاوضات حتى لصالح أبناء تعز من فتح طرقات وغيرها. القوى المدنية في تعز والقوى السياسية مهمتها أن تضغط وتبحث عن قوى أخرى فاعلة، وطبعا تم التفريط للأسف الشديد في قوى كانت فاعلة في تعز، ضباط وأبو العباس وتشكيلات عسكرية، وهذا اللي نعنونه تعز بسبب التفريط في هذه القوى التي كانت فعلا قوى مقاومة. العودة مرة أخرى إلى المربع الأول في 2015 و16، إعادة
تشكيل القوى المقاومة، إعادة تشكيل القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي، وثم الضغط على الشرعية لإعادة النظر في أدائها الكثيف هذا. بدون ذلك سيستمر في هذا التنمر الذي يقوم به على بنات عزوة وعلى كل المناطق اللي سيطر عليها. نعم، وصلت رسالة، شكرا لك السيد أنور التميمي الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. أخبارنا مستمرة وتطالعون بعد الفاصل. محافظ شبوة يشدد على تكثيف جهود مكافحة المخدرات. إحالة 15 متهما بوقائع تجارة مخدرات واختطافات إلى النيابة الجزائية بحضرموت. أهلا بكم من جديد. اطلع محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي من العميد عوض الدحبول مدير أمن محافظة شبوة على نتائج الحملة الأمنية المكلفة بالقبض على 27 مروج وضبط 7 كيلو من مادة الحشيش و1200 جرام من مادة الشبو المخدر خلال شهر واحد في مدينة عتق ومختلف مديريات المحافظة. وأشدد المحافظ بن الوزير على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية وعمليات مراقبة ورصد وضبط مروجي ومهربي المواد المخدرة ورفع اليقظة في العمليات التفتيشية بالنقاط الأمنية للحد من انتشارها في أوساط المجتمع. من جانبه أشار العميد الدحبول أن الأجهزة الأمنية عثرت على كميات كبيرة من الشبو المعد والحشيش الجاهز للتعاطي عقب القبض عليهم، حيث تم إحالتهم إلى التحقيق ونقلهم إلى سجون أو سجن شبوة المركزي. أحال البحث الجنائي بمحافظة المهرة صباح أمس الاثنين 15 متهما بعد أن تم ضبطهم في وقائع مختلفة منها تجارة وترويج مواد مخدرة مختلفة ووقائع اختطاف وسرقة بالإكراه واغتصاب. وقال العقيد الركن أحمد علي رعيفث نائب مدير عام الأمن والشرطة مدير البحث الجنائي بالمهرة بأن إدارة البحث الجنائي حريصة على تطبيق القانون عند إجراءات الضبط من خلال إشراك النيابة العامة في عملية الضبط وإشرافها على إجراءات محاضر جمع الاستدلالات حتى ينال المجرمون محاكمة عادلة جزاء ما اقترفوه من جرائم، فضلا عن اتخاذ التدابير الاحترازية في حق المتهمين. وقال رعفث أن هناك عملية ممنهجة في إفساد الشباب وتفكيك النسيج الاجتماعي في المحافظة من خلال لتوزيع المواد المخدرة للشباب والقاصرين بسعر رمزي. واختتم رعيفث تصريحه أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي كائن من كان أن يعبث بأمن واستقرار المحافظة مهما كلف ذلك من ثمن، وسنقدم أرواحنا وكل ما نملك في سبيل القضاء على المخدرات سواء القادمة من البحر أو من البر. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة الجنوبية عبد الرحمن أبو زرع المحرمي في مكتبه بقصر معاشيق بمدير إدارة مكافحة المخدرات بالحزام الأمني النقيب مياس حيدرة. وأطلع مياس المحرمي على تقارير ضبط المخدرات التي قامت بها قوات الحزام الأمني والتي بلغت أكثر من 3 طن منذ تأسيس الإدارة، شملت أنواعا مختلفة من المخدرات وأغلبها من مادة الحشيش المخدر والتي جرى إتلافها رسميا بعد استكمال الإجراءات القانونية مع النيابة. بدوره أشاد النائب المحرمي بدور إدارة مكافحة المخدرات داعيا لتكثيف الجهود للقضاء على تلك المواد الخطيرة والتي تهدف لهدم قيم ومبادئ المجتمع، مؤكدا أنه سيتابع باستمرار ويشجع كل الجهود بهدف تخليص عدن والجنوب من مخاطرها الهدامة. نختتم جولتنا مع هذا الخبر، حيث بحث وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش مع نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبد الفتاح مشاط الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام وتسهيل إجراءات استخراج تأشيرات الحجاج لليمنيين. وأشاد نائب وزير الحج بالتواصل البناء بين البعثة اليمنية ووزارة الحج والعمرة السعودية، مبديا استعداد الوزارة تذليل الصعوبات أمام ضيوف الرحمن، مؤكدا أن خدمات الحج والعمرة هذا العام تتواءم مع رؤية المملكة ل2030 في تطوير خدمات الحج والعمرة وتسهيل أداء مناسك الحجاج والمعتمرين بصورة سهلة وميسرة مع مراعاة الاشتراطات الصحية والأمنية. وأثمن الرباش التسهيلات المقدمة للبعثة اليمنية وتجاوب المثمر من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية. من الأخبار إلى رسومات الكاريكاتير. We'll be right back.
ختام هذه الجولة الصحفية، نشكركم على حسن المتابعة، فلسنا نحن من نقول ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.